مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر. من مصر سياسة، من مصر اجتماع، من مصر كل ما يهم الشارع المصري. وحديثنا اليوم عن حماية الحياة البرية في مصر، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية ورئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات البيئية جامعة السادات. أهلا بحضرتك معنا. ويسعدنا أن يكون معنا أيضا الأستاذة دينا ذو الفقار، الناشطة البيئية ومنسق الاحتفال باليوم العالمي لحماية الحياة البرية. أهلا بكم معي. اسمح لي أبدأ مع حضرتك أستاذنا الدكتور عمر تمام وأقول الحياة البرية في مصر، قد لا يعلم الكثيرون الكثير عن طبيعة الحياة البرية في مصر ومدى تنوعها والنسبة والتناسب بين هذا التنوع والتنوع البيئي والمناخي النسبي الموجود في بر مصر. إذا عرفنا مشاهدينا بالحياة البرية في مصر وأهم المناطق اللي نستطيع أن نحتفي ونفخر بها كمصريين في هذا المجال. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو بالنسبة للحياة البرية في مصر، بالنسبة للجزء التخصصي بنتكلم على الكتلة الحيوية. الكتلة الحيوية اللي هي مجموع النباتات والحيوانات والكائنات الحية كلها. فهي بتنقسم الحياة البرية في مصر إلى أجزاء. أول جزء اللي هو الصحراء الشرقية، ودي بتبقى مرتبطة بالصحراء الغربية للمملكة العربية السعودية واليمن. لأن هو البحر الأحمر اللي بيفصل بينهم أخدود البحر الأحمر وذات ده ما كانش ذوي طبيعة واحدة تقريبا. الجزء الثاني اللي هو شبه جزيرة سيناء، وده بيبقى له طبيعة خاصة لأنه وسط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فتلاقي فيه مجموعة فريدة من الحيوانات. الجزء الثاني اللي بعد كده اللي هي الصحراء الغربية، دي منطقة شديدة الكحولة اللي هي أرض، فبيبقى ليها برضو طبيعة خاصة هي والواحات، وفي جزء تاني اسمه الواحات أو الواحات الغير مأهولة بجوار واحد سيوة، دي برضو بيبقى له طبيعة خاصة. الجزء اللي بعد كده اللي هو استحدث بعد مع بحيرة ناصر اللي هو عند وادي حلفة وجزر أبو سنبل والأجزاء دي. دي الأجزاء بتاعت في طبعا في مناطق بتعتبر كتلة حيوية متفردة زي قناة السويس ونهر النيل. هو لو اتكلمنا عن التدرج الحياة البرية هي في انهيار باستمرار، يعني مثلا بالنسبة للكتلة الحيوية في قناة السويس دي تعرضت انهيار كامل في الفترة مركز هذه الكتلة وأهم المعالم اللي موجودة فيها دكتور في قناة السويس. قناة السويس كانت بتنقسم إلى قسمين، كان قسم يخص البحر الأحمر وكائناته، وقسم يخص البحر المتوسط وكائنات، كان بيفصلهم بحيرات مرة. كان الحيوانات البرية البحرية ما بتقدرش تعدي من البحر الأحمر للمتوسط عشان البحيرات المرة. البحيرات المرة دي كانت منطقة شديدة الملوحة، ما كانش يقدر الحيوانات تعدي. لما سمحوا بالنشاط السكاني حوالين البحيرات الملوحة قلت، فبدأ الكائنات البحرية بتاعت البحر الأحمر قشريات وسمك البطاطا والحاجات دي عدة للناحية التانية، أكل الجمبري السويسي عشان دلوقتي تلاقيش في حاجة، ما فيش حاجة اسمها جمبري سويسي دلوقتي لأن القشريات كلته، غير ان الاسماك ده اسماك البطاطا والحاجات دي عدت الناحيه الثانيه فعملت مشاكل لان دي اسماك سامه. فلما عدت البحر المتوسط، في البحر المتوسط الناس ما يعرفوش اسماك سامه، معظم الاسماك السامة ظهر اخيرا هذه المسميات وهذه الانواع ظهرت اخيرا مع برضو عدم معرفه كبيره للمواطنين بهذه النوعيات للاسف. فطبعا فلازم الدوله تهتم شويه بالموضوع البحيرات المره، لان كده مورد رئيسي من اكتر من 30% من الاهالي في السويس وبورسعيد وبور فؤاد والاسماعيليه رزقهم على الجمبري السويسي والحاجات، فبالتالي اتاثر. الكتله الثانيه الحيويه اللي كانت مهمه جدا نهر النيل. نهر النيل كان بيضم اكتر من 40 نوع من الاسماك، اللي حاصل دلوقتي احنا لا يتعدى 10 انواع، وما فيش غير هم حوالي 3 انواع اللي هم ذات قيمه، اللي هو البلطي والبياض والارمو. الباقي الانواع الثانيه موجوده ورا السد. اللي حصل برضو
احنا برضو ابتلينا بشويه قيادات في ال 30 سنه اللي فاتوا دول، قيادات مدمره بممنهجه، يعني مش جهنجه، اللي بياخد القرار عارف انه هيدمر ايه بالظبط. سنتحدث في ذلك لاحقا في هذه الحلقه. استاذنا الدكتور عمر تمام، وانتقل الاستاذه دينا ذوالفقار، واقول انفراده مصر وخصوصيتها في الحياه البريه، مدى التشابه ومدى الانفراد في طبيعة الحياة البرية، الاهتمام طبعا والمراعاة وتخصيص موارد خاصة لهذا الجهة سنتحدث فيها، لأن لينا انفرادة للأسف شديدة تتسم بالإهمال وعدم الاهتمام سنتحدث فيها لاحقا، ولكن ماذا عن الانفرادة في هذه الطبيعة البرية عن غيرها من دول العالم أو حتى دول الإقليم اللي بنعيش فيه؟ وهل الانفرادة دي ليها تاريخ سابق فترات طويلة أم لا؟ ودكتور عمر لسه موضح طبيعة موقع مصر الجغرافي والحدود بتاعتها والاشتراك، مثلا لما نيجي نتكلم على الصحراء الغربية احنا بنتكلم على في ليبيا، تحت السودان عندنا البحر الأحمر أطول شاطئ، عندنا شواطئ تانية بتاعت البحر المتوسط، عندنا طبيعة خاصة جدا يعني. لكن احنا بننفرد بان احنا في تعمد تسفيه قيمة الاهتمام بالبيئة والحياة البرية. في مثل في محاضرة أخيرة أنا أحب أستعيره قاله دكتور مصطفى فودة، وهو من الناس العلماء في البيئة وليه يعني دور كبير جدا، كان في وزارة البيئة وما زال طبعا كمستشار لوزارة البيئة، قال مثل الناس اللي شايفة أن الاهتمام بالبيئة والحياة البرية ده موضوع ثانوي ومش مهم، يشوفوا يقدروا ازاي يعدوا فلوسهم ونفسهم مكتوم. دي أهمية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي زي ما دكتور عمر وضح كويس. احنا بنقول ده كلام فارغ، ايه بنتكلم على كائنات بحرية وكائنات برية ونباتات برية، الطبيعي تلاقي اي حد ناوي نشوف الناس تاكل وتشرب. طيب دي واحدة، الناس اللي عايزه تاكل وتشرب وعايزه تحسين في مواردها الاقتصاديه او غيره، الناس دي تقدر تعد قوت يومها من غير ما تقدر تتنفس هواء؟ لا، الاجابه لا. ده اهميه حمايه البيئه وحمايه الحياه البريه. دكتور عمر هو طبعا المتخصص ان يوضح الانواع وغيرها، لكن انا اقدر اتكلم من ناحيه التوعيه اللي بعملها، وان دايما بفضل الخبراء زي دكتور عمر واساتذه تانيين فضلاء تعلمنا منهم كتير، لكن حصل احتكاك بينا احنا بقى كنشطاء ومعنيين ومع عامه الناس ومنهم الاعلام. كويس، في مشكله ما نيجي نتكلم في جرس انذار، لازم يكون في تنميه مستدامه للموارد بتاعه مصر الطبيعيه. ما نيجي نتكلم على الحملات اللي ما شاء الله دلوقتي موجودة اللي هي ضد الفحم كبديل للغاز وغيره المدمر للبيئة، لما نيجي نتكلم على خطط الاستثمارات زي ما دكتور عمر وضح، الاستثمار ممكن يكون مدمر لو مش بياخد البيئة في الاعتبار. يعني أنا شايفة إن بنى عشوائي على شواطئ غير طبيعية لمصر وبنقول استثمار، ده ما اسموش استثمار لو ما بيحققش تنمية مستدامة ولو ما بيرجعوش بالرأي لتقييم الأثر البيئي والجدوى البيئية. ما أنا ممكن نخلص موارد مصر في يوم واحد، لكن ممكن إن نسيبها الأجيال ونحافظ عليها ونؤمن إنها ثروة. في حتة تانية أنا عايزة أقولها، حجم الاتجار الغير شرعي بالحياة البرية في العالم يأتي التالي بعد المخدرات، فالموضوع ما يتاخدش باستخفاف. نفس الشبكات اللي بتهرب في البشر، تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، هي نفسها
تهريب الحيوانات البريه. مصر بموقعها متنوعه الاختصاصات ومهدده ايضا للحياه البريه في مصر، مجرد مش تهديد فقط للبشر وما يخص البشر، ولكن أيضا تهديد مباشر وله تجارة معروفة على مستوى العالم فيما يختص بالحياة البرية. هو في الكايرو كونكشن، مصر موقعها الجغرافي مهم جدا، وهو فعلا موقع ربط فريد بين تحت لفوق ليوروب وغيره وغيره. أوكي، فإحنا في مكان مهم جدا، وإحنا يا إما بنكون الترانزيت بتاعت شبكات تهريب جامدة ودي معروفة جدا، يا إما إحنا كمان أكتر ناس بنهدر موارد. الحقيقة الأستاذة دينا من الحماسة ومن الرغبة في إنها يعني تجمل وتركز على كل النقاط اللي يمكن هنتحول ليها بالتفصيل خلال الحلقة دي بمشيئة الله، ولكن أشارت لنقطة مهمة وهي الحياة البيئية اللي بتعتمد عليها الحياة البرية. إذا كان ما فيش اهتمام بالبيئة اللي بتحيط البشر، كيف سيكون هناك اهتمام بالحياة التي تحيط يعني الفريد والمتنوع في الحياة البرية من كائنات مختلفة، سواء نبات أو حيوان أو غيرها من النوعيات. اسمح لي دكتور عمر، مفهوم التنمية المستدامة والاستمرارية في الحفاظ والمشاريع الاستثمارية اللي صدرت لينا من الخارج، الحقيقة كانت بتتميز في منها بيتميز بقدر من الرعاية البيئية، ولكن هذه الفكرة صدرت إعلاميا وكأنها واو فكرة رهيبة وفكرة، ولكن على الجانب التنفيذي لم تزيد عن عدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة في مشروعات استثمارية نفذت بالفعل في مصر. فإيه العوائق وإيه المدامر؟ حضرتك قلت في تعمد، وده الحقيقة اتهام خطير جدا. هو هي بالنسبة للحياة البرية احنا بندور على زيادة وعي المواطنين، فما بالنا اذا كان المسؤولين متعمدين. بالنسبة للحياة البرية في مصر، هي جزء لا يتجزأ من صحة الانسان. ماشي، يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في مصر مجموعة من الثدييات بيسموها اكلات الحشرات، ومجموعة تانية ما هياش تصنيفها اكلات حشرات، بتاكل حشرات. دي اللي بتحدث التوازن الطبيعي في البيئة. يا ريت كمان على كده، دي ما هي مرتبطه بصحه الانسان ازاي؟ احنا عندنا الضفادع، كان عندنا حوالي 5 انواع ضفادع، ما عادش فاضل غير نوعين، فالباقي كله انقرض. كان عندنا اكلات الحشرات اللي هو انواع الانفض وانواع الشرول اللي هي عرس الدبابه، برضو الانفض ما عادش فاضل غير نوعين، والشرول ما عادش فاضل غير نوع واحد من 5. عندنا الكروبترا، المايكرو كروبترا اللي هي الخفاشيات اكلات الحشرات دي، برضو ما عادش فيها فاضل اجزاء، عدد قليل. الخطوره في كده في ايه بقى؟ الضفادع، احنا قعدنا في الجامعه بعتنا كده انذار لوزاره الزراعه بان الضفادع بات فيها خطوره جامده جدا، لان في حاجه اسمها الاستاكوزا النيلي، نزلت النيل. الاستاكوزا دي لما نزلت النيل اول حاجه خلصت عليها دركات الضفادع. لما خلصت على دركات الضفادع حدث مشكله، بدا يظهر في الانسان المصري حاجه اسمها امراض استوائيه، ده مرض الفيل والحاجات ده هي. ليه؟ لان احنا في التغيرات المناخيه وارد ان في اي لحظه يجي لنا رياح جنوبيه من السودان او من افريقيا محمله بالحشرات. كل الامراض او غالبيه الامراض الاستوائيه بتبقى الحشرات عائل وسيط، يعني الانسان ما بيصابش بيها الا في وجود حشره معينه. الحشرات دي بقت موجوده في مصر، لان منظومه الدفاع الطبيعيه الاولى اللي هي كانت ممثله كانت في الضفادع وغيرها من اكلات الحشرات، والزواحف اكلات الحشرات. نعم، فجينا قلنا الضفادع، وقف الضفادع، لان الضفادع في نهر النيل بقت نادره جدا. فروافد نهر النيل التلوث بتاع الميه ده، بحيره قارون والحاجات دي، بقت الضفادع فيها شبه منكر. المهم حصل ضغط لحد ما الوزير وافق، وزير الزراعه وافق على وقف تصدير الضفادع. مش الوزير جه بعد اسبوع، وزير ضغط عليه التصدير وفقط هو كان السبب، ام ايضا استزراع انواع غريبه زي الاستاكوزا النيليه؟ هل دي جت بصوره طبيعيه ام دي متعمده؟ دي حاجه نزلت لاكل ذريعه السمك، فكلت ذريعه الضفادع معاها، وهي ما لهاش قيمه، يعني الانسان المصري مش متعود عليها غير ان حجمها صغير، فعشان تجيب كيلو
بتاعت لما بتستوي بتبقى قد كده مأساة يعني عشان تقعد تاكل فيها ماشي. فاللي حصل واحنا حذرنا من موضوع الدفادة رغم ان هو الوزير السابق صرح بتصديرها تاني. بنجلاديش كانت من اكبر الدول مصدره للدفادة، هما بياخدوا الدفادة الرانة يصدروها فرنسا يقطعوا رجليها وياكلوها وهي صاحية. فقلنا الدفادة وقف تصديرها وسدها، لان انت عشان تصطاد 1000 ضفدع بتصطاد قدامها 3000 بيموت 2000 وبتاخد 1000 تصدر، فعشان تصدر 5 طن محتاج مثلا بتاع مثلا ايه 100000 او 200000 ضفدع اوفر. المهم بنجلاديش كانت من اكبر الدول المصدره للضفادع لفرنسا. وبعدين اكتشفوا ان الضفادع دي كانوا بيلموها من غيطان الرز. اكتشفوا بعد كده ان لما الضفادع خلصت من غيطان الرز ان الرز عشان يوصل للحجم بتاعه اللي كان بيوصل لازم ارشه، لان كانت الضفادع بتاكل حشرات. فلما بداوا يرشوا الرز اكتشفوا انه ظهر عندهم امراض كبد. في الانسان بتاع بنجلاديش بقى بيصاب بالكبد وبيموتوا بتليف الكبد نتيجه للضفادع. فحذرنا ولحد دلوقتي بيصدروا فيها. المشكله برضو كمان ان احنا عندنا موسم تصدير الزواحف عندنا في مصر موسم غريب جدا. احنا بنصدر الزواحف في اول فصل الصيف، وده لا يجوز لان الضفدع الزواحف بتنام في الشتاء وبتيجي في اول الصيف تعمل تبيد تتغذى شويه وبعدين تبيد. امثله للزواحف اللي موجوده في مصر واللي بيتم تصديرها دكتور؟ ما عندناش حاجه ما بتصدرش مصر ايه ما 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 بيصدروا كل حاجه لحد ما ايه ما بدانا نحس ان بدا عدد الحيوانات البريه في مصر نزل لحوالي يمكن الربع. مش بينزل تدريجا، لا ده نزل حوالي احنا دلوقتي في مرحله اللي موجود الربع. في عيله اسمها جيكونيديا اللي هي عيله الابراس. الابراس دي في حوالي 10 انواع او حاجه بيصدروها بره للزينه، انواع ملونه وكده بتصدر للزينه. في عيله اسمها جيكونيديا الاجاميديا. اجاميديا دي من الزواحف اكلات الحشرات الشرسه جدا دي، برضه بيصدروها احيانا بيصدروها للبيئات بتاعتهم بيحتفظوا بيها بيعملوا لها حواض ازاز وكده، واحيانا بيصدروها بياخدوها هم يعملوا بها مقاومه للافات عندهم في بلادهم يفرخوها وكده. فطبعا احنا بنصدر كل سنه، بلاش بنصدر وزاره البيئه والزراعه مشاركين في تصدير كل سنه تراخيص اكتر من مثلا 100000 حيوان. بيتصدروا قد ايه بقى؟ ماليش دعوه، انت بتدي رخصه بصيد الحيوانات دي. يعني مثلا في الجنوب سيناء، في الجنوب سيناء ده احنا قلنا الحيوان ده مش موجود غير في وسط سيناء منطقه المغاره والحاجات دي. عشان تدي رخصه لواحد ان شاء الله يروح يصطاد واحد، كانوا بيدوا للصياد كل شويه 200 واحد، كل صياد بيروح يصطاد 200. فقالوا لا، طب لما ضغطنا قالوا طب هنخليه 50. ما عملناش حاجه، ما هو انت خليت الصياد دخل وسط سيناء ومسك الحيوان، وهو لما هيلاقي قنفذ وهيلاقي غزاله مش هيسيب الغزاله، هيمسك كله. فده اللي حصل. مفيش حدود للصيد بالنسبه له، مفيش تحريم لبعض الحيوانات عن غيرها، التصريح مفتوح لاي شيء واي. وبعدين دي مش تجاره عالميه، اللي بيحصل ده اهو مش ده استنزاف من موارد الدوله. اللي عايز يعمل تجاره يروح يستورد حيوان ويفرخه وتوالد او يحصل على الاقل تكاثر وعمليه اكثار وتفريخ إكثار للي موجود بالفعل. لا حتى يعني اللي موجود ما عادش يستحمل ان انا اصيده ويموت عند الصيد تاني. ما هو اللي هيموت عنده هيروح يصطاد تاني وهيصدر، والدوله مش هتقدر تتابع كل واحد بض عنده كام سحليه وبتاع. فاللي عايز يصدر يستورد ويصد، انما اللي بيحصل ده تدمير للبيئه بالكامل، استنزاف من الموارد. يعني دلوقتي البيئه تقول لك انقاذ السلحفه المصري، ده لهم كام سنه شغالين على القصه دي. السلحفه المصري خلصت خلاص. الحقيقه واكبر دليل على كده ظهور الاناديل البحريه في السواحل الشماليه لمصر. لا الترسه، حضرتك تقصد الترسه. الترسه شيء والسلحفه المصري شيء. الترسه دي بيصطادوها وياكلوها. كانت اسرائيل عامله لها في شرم الشيخ اخوار، كانت هي الترسه عارفه انا بتبيض فين، وكانوا بعد ما بتبيض يسيبوها تنزل الميه ويعملوا خور كده عشان البيض لما يفش الغربان والنورس ما ياكلوش. مفيش ترسه بتبيض دلوقتي في شرم الشيخ ولا في غير، وبتطلع ياكلوها على طول. ماشي، هي بس المنطقه اسمها محميه اسمها. اللي حصل السلحفه المصري تشتدوا كلانماني، دي سلحفه صغيره كده من اصغر انواع السلاحف. لما حصل
الصحراء بدأت الجيش دخل عند ليبيا وكده، فالمنطقة دي بقت ما عادش فيها سلاح. فاللي فاضل مين؟ برضو نوع تاني اسمه تستودو جريكا، موجود على الحدود ليبيا وفي ليبيا وكده. انا روحت الاسبوع اللي فات مثلا سوق التونسي، لقيت حوالي 1000 واحدة، مش اقل من 1000 سلحفة مرميين في واحد، حاطط لي جردل قد كده حاططهم في المية وبيطلع واحدة واحدة يغسلها. ودول مش ميه، دول يعني في تيرتلز وفي تورتويز، اللي هو بتوع الميه التيرتلز التانيين اللي حضرتك بتتكلمي عليهم، تورتويز السلحفه المصري. يقول لك بقى دكتور عمر ان بيحطوا البري في الميه، يحكي لي. السلحفه البري يحطها في الميه ويطلعها يغسلها. غبي. فبقول له يا ابني ده دي سلحفه، حرام عليك، دي بتنفس الرئه هبوه. دي بريه. يقول لي لا لا لا، هي عايشه في الميه، سيبك منها. واحد تاني بيبيع سلحفاه، فالبراز بتاعها نازل منها بتواليه بالكلينكس، فماسك السلحفاه وبيعمل لها. نعم. الحقيقه الدكتور عمر معانا مجموعه من الصور لبعض يعني الحيوانات النادره الوجود في مصر. ويتهيالي دايما لما نتكلم عن الحياه البريه الاتجاه بيروح للصور اللي احنا شايفينها، مش للي معظم اللي حضرتك اثرت اهتمامنا ليه واكلت لنا ان المشكله اكبر بكتير من مجرد حياه بريه جميله موجوده في مصر. نعم. يعني مثلا التمساح، لا ده مش تبع الاشبال دي، التمساح النيلي مثلا ده موجود خلف السد. نعم. بأعداد كبيرة جدا. كبيرة. نعم. لدرجة ويقال انها اثرت على الثروة السمكية في المنطقة. طبعا. لدرجة انه بيقع للصيادين، بيقع في الشباك. مصر الدولة الوحيدة اللي على نهر النيل اللي ما عندهاش مزارع تماسيح. والدولة كلها اجتهادات شخصية على شواطئ وتوزع على السياح كنوع من السوفينيرز الحقيقة في أسوان للأسف. التمساح صعب تربيته وهو صغير، عايز متخصصين. دول مصب النيل والنيل عندهم 40 مزرعة تماسيح بيصدروا منها بملايين الدولارات، مصر الوحيدة اللي ما عندهاش. ليه؟ عشان العراقيل اللي عاملينها. والتماسيح دي بتعمل مشكله جامده جدا في خلف السد، انا بتقطع الشباك بتاعت الصيادين. لا منهم منظمينها ولا منهم سايبين يتعمل مزارع، فتبع مشكله. المشكله الاكثر بقى ان بيخش في بحيره السد دي كل الاسماك اللي جايه من افريقيا، بما فيها انت عارف السد العالي حضرتك منع الاسماك الافريقيه انها تخش نهر النيل. فبالتالي انا عشان نهر النيل معروف ان هو من اطول انهار العالم، صحيح هو افكارهم في الميه فقير في الميه انها من اطول انهار العالم. فبالتالي لما السد العالي اتعمل كان المفروض انا اشوف اليه انقل بيها الاسماك، المنافذ لخروج هذه الأسماك الحياه اعديها. نعم. اللي حصل طلع قرار ماشي، ده برضه مدروس، التدمير مدروس. قال لك بحيره ناصر محميه طبيعيه ممنوع الشيء. ايه اللي حصل؟ الاسماك اللي جايه من افريقيا كلها بتيجي تلاقي مين بقى؟ تلاقي القراميط بتاعت عندنا، القراميط مترين مترين ونص، احجام كبيره. السمك الكلب السمك ماشي اللي هو التايجر فيش ده برضه بيوصل 5 كيلو، بيلاقي البولتي بيوصل 5 كيلو، بيتغذى عليهم مع التماسيح. يبقى كل الخير اللي جاي لنا من الانهار، نهر الازرق والابيض والانهار الكونغو ورواندا، واللي بيعتبر نوع من التنوع، كله ده اتدمر. كله ده دم. وبقى نهر النيل دلوقتي ما عادش فيه غير ثلاث اربع انواع، قراميط وبولتي ونوعيات كمان غير مستساغه حتى لدى المواطن المصري. استاذ الدكتور عمر تمام، استاذ المحميات الطبيعيه ورئيس قسم الموارد الطبيعيه بمعهد الدراسات البيئيه جامعه السادات، والاستاذه دينا ذو الفقار الناشطه البيئيه، اسمحوا لنا ان نخرج لفاصل قصير نتابع فيه تقرير من الشارع المصري عن مدى وعي المواطن المصري العادي بموضوع حماية الحياة البرية في مصر. ضرورة صدور قوانين لحماية البيئة والحفاظ عليها، رأيك فيها ايه؟ الحفاظ على البيئة مسؤولية الدولة ومسؤولية كل مواطن مصري حر شريف يخاف على بلده ويخاف على وطنه مصر الغالية بعد الثورة المباركة في يناير وفي يونيو. فعلينا أن نحمي البيئة من البوليوشن أو التلوث الذي انتشر واستشرى في كل مكان بفعل المخلفات التي
يلقى بها في نهر النيل مثلا الخالد، النهر الذي يجب أن نحافظ عليه. فعلينا أن نحافظ على البيئة من هذه الملوثات التي تدمر كل شيء جميل في الحياة وتؤثر على البيئة تأثيرا سلبيا. فمصر بها إمكانات هائلة وكبيرة، علينا أن نحافظ عليها وعلى مواردها الطبيعية التي حباها الله بها وجعلها عزيزة غالية في نفوس أهلها والعالم كله. البيئة دي شيء مهم قوي في مصر على فكرة، بس دي عايزة مجهود من تدعيم من الحكومة، إن الحكومة تدعم قانون البيئة، وبنناشد الشعب المصري ان هو برضو بيساعد الحكومة على التلوث، ان كل واحد يحافظ على الشارع اللي هو ساكن فيه، نهر النيل ده ما يتلوثش، الشوارع الرئيسية والشوارع اللي مسفلة دي اللي بيرموا عليها المخلفات وبيرموا عليها هدم البيوت، ده برضو حاجة مش كويسة. وعلى الدولة انها تقف بحسم وتدعم قانون البيئة، لأن البيئة في مصر مهمة قوي، وعندنا الجو المصري جو مش موجود في أي عالم تاني. أول حاجة نحافظ على نهر النيل، ما نرميش الحاجة اللي زي الميتة، وأصلاً النيل دوت هو لازم مصدر الحياة بتاعتنا، ليلة النيل دوت مش هنعيش، ولازم نحافظ عليه، ولازم ما نرميش أي حاجة مخالفة عشان ممكن تجيب أمراض وتجيب مشاكل جامد قوي، تجيب يعني مرض وحش قوي. مشاهدينا الكرام، بنجدد الترحيب بحضراتكم وبنجدد الترحيب بضيوفنا الكرام في استوديو من مصر. استاذه دينا، زي ما شفنا في التقرير قد كده هم على وعي بان لازم يكون في قانون، لازم يكون في تنفيذ لقوانين من المفترض انها موجود، ومن المفترض ان يبقى في ميكانيزم لاعانه المختصين على تنفيذ هذه القوانين كناشطة بيئية. رأي حضرتك في توفر القوانين الميسرة للحفاظ على الحياة البرية في مصر ومدى إمكانية تنفيذها؟ قوانين موجودة، احنا في مصر ما فيش أحلى من القوانين عندنا، وخاصة لحماية الحياة البرية والبيئة. أنا بشهد أن عندنا أحسن قوانين في العالم، لا تنفذ لا تفعل، ده 100%. أوكي. نبتدي الموضوع منين؟ نبتدي قصة منين؟ الموضوع مش عايز فنز عشان نحافظ على البيئة، اللي هي كل حاجة موليني عشان أحافظ على البيئة، لا. لو المواطن والإعلام والمدارس والسادة بتوع السينما وبتوع المسلسلات والتلفزيون وكله إيد في إيد مع بعض، إحنا دولة مش صغيرة ومش هنبقى دولة كبيرة لو مش عارفين قيمة اللي عندنا. فلو ما تعملش برامج توعية أو إعلانات نحافظ على البيئة والحياة البرية بمليون إعلان صغير، زي زمان ما كان في إعلان 6 ثانية بتاع المية. يعني عايزة تقوليني إن هي دولة بتتقدم ولا بتتأخر؟ أنا ما عنديش فكرة. السادة رجال الأعمال والمحافظين واللي بيحصل في دلوقتي ان بيدوا سلطة كاملة للمحافظين وغيره، حد يفهمني؟ رجال الاعمال يقعدوا يطلعوا لك في التلفزيون احنا تبرعنا بكم مليون لمستشفى مش عارفة السرطان ومستشفى الكبد، واحسن ناس في مصر يطلعوا يقولوا وعاملين لك اعلانات وكلام فارغ منت. مين اللي بيتبرع؟ ده هما اللي مبوظين الدنيا. يا فندم شوفي سلاسل السوبر ماركتس الجامدة بتكسب قد ايه في اليوم، هما دول سبب التلوث. البلاستيك لا يتحلل، كويس؟ هي مش محتاجة إلا إن رجل الأعمال يكون عنده شوية ضمير. يا فندم أنت اللي بتبيع السلعة بتاعتك في بلاستيك، والبلاستيك سيادتك لو ما تعرفش تسأل ويكون عندك خبير في شركتك، بلاستيك لا يتحلل وبيسبب كوارث بيئية غير طبيعية، سواء في النيل في البحر، على مستوى الإنسان، على مستوى سرطانات، على مستوى التغليف، على مستوى كله. إحنا عايشين في نكبة، والرجال الأعمال عليهم كمان دور كبير. ما تكسبوا فلوس،
لكن ما تكسبوش فلوس على على حساب صحة المواطن. هم عاملين كارثة، ده مش محتاج فلوس، القانون موجود على فكرة. هم المسألة مسألة ضمير، مش معقول اللي بيحصل. وكمان سوري، القنوات الفضائية والتلفزيون يبقى ليهم دور شوية، هو مش أي إعلان يتنشر. الإعلان لو مش مفيد للمجتمع ما يتنشرش، ده اسمه كلام فارغ. يعني أنا مش هروج لمنتج معين المنتج ده بيسبب تلوث، لا مش هروج له، لأن يا جماعة دي رسالة، لو ما فيش ضمير في الرسالة دي تبقى كارثة. كمان أحب أضيف للدكتور عمر، اسمحي لي أقاطع حضرتك أستاذة دينا وأقول لحضرتك إن معظم اللي حضرتك كلمتي عنهم ممكن يكون ما عندهمش مجرد الوعي ده مش بخطورة الأمر. اسمحي لي، يعني مثلا أصحاب السوبر ماركت هقولك أنا بسوق لمادة بالفعل موجودة، منتجات بالفعل موجودة، المفروض يبقى الدور يبدأ من بداية التصنيع أو بداية الاستيراد أو زيادة الوعي لهذا القطاع من الدولة بأهمية يا فندم وخطورة، وفي نفس الوقت البدائل، إيه البديل يا فندم؟ إيه اللي مش ممكن محتاجة أقوم بدائل يا حبيبة قلبي. بدائل إيه بدائل بلاستيك ما ينفعش ومضر للبيئة ولا يتحلل، هل دي محتاجة ذكاء من الناس؟ ما أوكي، الورق أو غيره مع إن صعب طبعا في الشيل في الزبالات وغيره، لكن في بدائل وموجودة. وعلى الرجل الأعمال اللي بيقول قلبه على البلد هو اللي يجد البديل، وما يشجعش حاجة تانية بتدمر في البلد. هم بس شاطرين يطلعوا يتبرعوا بملايين وحملة بطاطين وحملة بتاع، لا، الدولة محتاجة حاجات مستدامة. يا جماعة نحافظ على الصحة ونوفر موارد، بدل ما الناس كنا نبقى نديلها بطاطين، احنا نحافظ على اللي عندنا ونحافظ على صحة الناس، هنوفر بلايين ومش محتاجين لا نستلف ولا يجيلنا معونة. لكن كام حد بيتعالج بالسرطان؟ كام حد عنده فشل كلوي؟ كام حد بيقول النيل والمية مدمرة والمجاري على الغير والخضار والفاكهة، ولا في طير ولا في حاجة؟ ده اسمها كارثة. ده محتاجة ان بس ضمير البني آدم، ومش كل حاجة كمان الدولة، ونقعد نقول الشرطة، يعني هنجنن الشرطة ليل ونهار، كل مواطن هيكون وراه شرطي؟ لا، شوفي سيادتك، الإنسان اللي بيقول أنا بحب بلدي وبلاش حتى بحب بلدي، أنا إنسان كل الأديان بتدعو إلى الجوهر بتاعها الحب والرحمة والتعايش بين الناس، وربنا خلقنا على الأرض عشان نحافظ، الإنسان ربنا مديله عقل عشان يحافظ على البيئة. لو الضمير ده مش موجود عند البني آدم خلاص. وبعدين إحنا كلنا بنتشارك العالم، عالم واحد مصير واحد، مصر مش هتعيش لوحدها، أمريكا مش هتعيش لوحدها، بتاع مش لوحدها. التغير المناخي ما هو أثروا علينا كلنا، أما تقوليليش إن من على فكرة من البلاد اللي مش موقعة اتفاقيات التغير المناخي، منها reducing الكربون emission اللي هي انبعاثات الكربون، منها الولايات المتحدة. لكن بلاد تانية كلها ريو دي جانيرو كلهم موجودين. احنا لازم يتقل المستوى التلوث، وكل دولة مسؤولة مع التانية، وفي الاخر كلنا هنقع في مصيبة. بكل بساطة اقول لحضرتك حاجة، انسان نبات حيوان بتشارك المية والهواء والارض، ده اللي ربنا خلقه. مثال حي على كده سفينة نوح، ليه ربنا عامل من كل نوع اتنين اتنين؟ لان ملناش بقاء الا كده. فلو استهيفنا الموضوع وخدنا مواضيع بالطريقة اللي بناخدها دي، وكل واحد هيمستني قانون ومستني بوليس يبقى وراه ان ده عمل وده عمل، ده اسمه كلام فارغ. اللي بيحب بلده يعمل حاجة عشان بلده، وكفاية بقى انا مش عايز اسمع اللي قاعدين يتبرعوا لنا دول علشان بلدنا فيها خير قد كده. لكن محتاجة ان كل انسان يكون عنده ضمير. انا عايزة رجال الاعمال يشوفوا ازاي يعملوا تنمية مستدامة، ازاي يحافظوا على صحة المواطن اللي قدام، مش يقعدوا يعالجوا لنا حالتين ويقولوا ان هم عملوا حاجة حلوة وقنوات تقعد تسقف لهم. ما نمنع الغلط من اوله، انتوا توقفوا بلاستيك اللي بتعملوا، بتوع مصانع الاسمنت انتوا مش قادرين تطبقوا معايير، يبقى انتوا
احنا مش عايزين نشوفهم لا مترشحين في مجلس شعب ولا مترشح في غيره الا لما نشوف المواطن دون عمل ايه علشان المواطنين التانيين اللي يطلع في تاريخه ان بوظ الدنيا ولا بوظ. فاكر الفراعنه كانوا بيحاسبوا الناس الحساب بتاعهم، انت زرعت شجره ولا انت اذيت حيوان ولا انت بوظت في البيئه ولا لا، لوشت النيل ولا لا، لوشت النيل ولا لا. ايه بصي اقولك حاجه، كل واحد يبص لنفسه، وانا اقول لسيادتك في جهات حكوميه جامده هي سبب وبتخرق القانون. شوفي بقى ما يجيلناش حد يرشح نفسه في المجلس شعب ولا مجلس بتاع ولا في اي حته لو عامل حاجات بتدمر البيئه. دعوه اخرى للاعلام المصري للانتباه. احنا على مدار الفتره السابقه كنا دايما بنضرب جرس تنبيه وانذار لكل المواطنين المصريين في اختياراتهم لاعضاء مجلس الشعب القادمين اعتمادا على خبرتهم السياسيه. توجه حضرتك ان اختياراتنا تكون نتيجه لخبراتهم في الحفاظ على البيئه والحفاظ على المواطن المصري وصحه المواطن المصري من المنبع، مش علاج المواطن المصري، هو ده الاتجاه اللي هنكرر عليه ايضا خلال الفتره القادمه بمشيئه الله. ومش بس في شو تشبيه، ربنا يخليكي، احنا مش عايزين في شو تشبيه وصحته، احنا عايزين نشوف الراجل ده او الست دي عملت ايه للبيئه، اللي عمل مصيبه في البيئه سواء في مصنع ولا في بلاستيك ولا غيره مش عايزينه. جميل. الأستاذ الدكتور عمر تمام، العشوائية وكلمة تعمد الإيذاء وتعمد الإضرار، يعني مش هقول اتهام، دي بقت حقيقة. طبعا. حضرتك رصدتها لنا في بداية الحلقة في بعض الأشياء، يعني ما نتكلم بقى عن جهل المواطن العادي وعدم قدرته على التعامل في سلوكيات فردية في حفاظه على البيئة، هتبقى يتهيألي طبعا موضوع مهم، ولكن إذا كان القائم بالأمر ليس فقط طبعاً يجهل ولكن أيضا يتعمد. يعني هي حضرتك مشكلة السرطان في مصر معروف سبب، نعم معروف سببها ومعروف ومعروفين ازاي يحلوها، تنشر في الجرائد والمجلات على استحياء في يعني كوشنز صغيرة جدا داخل، ان مصدر التلوث مثلا في مصب النيل في اسكندرية ودمياط وفي المناطق دي كذا، عملية بتتعمل كل يوم والناس دي لا فرق معاها ان في عيل صغير مرمي على السلم في المستشفى الاورام، امه راقده معاه بقى لها اسبوع مستنيه كرسي سرير يفضى، سرير يفضى عيل يموت على السرير فهو تطلع مكانه. التعمد ده من زمان. يعني مثلا انا مره شهدت في المحكمه ضد كان الدكتور يوسف والي، وقلت ان في عقار واشتريته ساعتها، اشتريته في يوميها من الدخانه، هو كان كلورون في نقل. قلت لهم ده بيدوا الفراخ ومكتوب عليه ان الفرخه ما تتذبحش الا بعد 60 يوم لان مولد اوراق. فقلت له القاضي الفرخه عندنا في مصر عمرها 35 يوم، يعني اذا خدت الدواء لازم هتتذبح وفي جسمها الدواء. من حوالي 5 سنين وقفوه، وانما بقالهم 5 سنين فقط. 5 سنين بس وقفوه. احنا وبرضه اتكلمنا عن منظومه الفراخ البيضة. الفراخ البيضة دي كارثه ماشي، وكل الحيوانات اللي بتتذبح في مصر بمنظومتها دي كارثه. ليه؟ الادويه مالهاش قانون في مصر. اي واحد عنده بقره او فرخه عيانه يروح للمحل بتاع الادويه، هما مبقاش فيه دكتور بيتر قال عادي فرخه عيانه او بتاع بيدوا له دواء. الدواء ده مكتوب عليه ان الحيوان اللي هياخد الدواء ده ما يتذبحش الا بعد فتره معينه. جينا قلنا احنا مش هنقدر نسيطر على الادويه بس نسيطر على المجزر. المجزر الذي بيكون فيه اجهزه فحص، يعني اللي جايب 10,000 فرخه قبل ما ينزلوا السوق يتفحصوا ان كان فيهم ادويه بنسبتها يتعدموا. قال لك لا يمكن نعمل الكلام لان اللي ماسك الفراخ هو اللي ماسك المجزر، هو اللي ماسك التسويق، هو الشبكه اللي قعدت 30 سنه محتله. فالسرطان في مصر معروف من ساعه ما ال 30 سنه اواخر الرئيس الراحل انور السادات لحد دلوقتي الشبكه دي هي وعارفين اسباب السرطان وعارفين علاجه، بس ما هو هين عليهم يشحطوا عليه بس ما يعالجهوش. العالم كله بتيجي تروح تشتري فرخه بره بيكتب لك عليها من اقل من 30 سنه،
وفي فوق الستين، يعني ممكن واحد عنده 60 سنة ياخدها. ليه؟ لان فيها ادوية هتعمل مشاكل بعد 20 سنة، فما يكون مات مش هجرى له حاجة يعني يكون مات. انما ما ينفعش ام حامل اديها نوع الفرخة دي، ما ينفعش. فبالتالي احنا ما عندناش في مصر منظومة دي خالص. انت دلوقتي الفرخة بتيجي لا انت عارف خدت ايه ولا اي حاجة، وممنوع على فكرة يتحط الاجهزة دي بفعل ناس معينة في المجازر، ممنوع. جميل. استاذة دينا، سأتحدث معك بمشيئة الله عن دور النشطاء البيئيين في مصر. مين مع حضرتك؟ مين بيساعدكم؟ مين بيتعاون معاكم؟ وممكن نوصل لدرجة ايه علشان نحقق مطالبنا واهدافنا؟ ولكن بعد مشاهدة التقرير القادم بمشيئة الله. كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر لتنشيط السياحة زي المحميات الطبيعية والحدائق النباتية يكون ازاي؟ يمكن الافادة من هذه المحميات الطبيعية وما بها من امكانات هائلة وجميلة ومناظر خلابة قادرة على جذب السياح الى مصرنا الغالية لتنمية موارد الدخل الاجنبي، وايضا للعمل على تنشيط السياحة بكل انواعها، سواء سياحة الدايفنج او الغوص او الشارتر، او كي تفد الينا طائرات الشارتر او الطيران العرض، كي يستمتع هؤلاء السياح بمصرنا الغالية وما بها من اثار جميلة وخلابة وشواطئ عظيمة ورائعة، كي تكون مصر مقصدا سياحيا هائلا تساهم في الدخل القومي وبالموارد تنمية الموارد الكثيرة التي تعود على مصرنا بالخير والنفع وعلى التنمية في مصر عموما بكل ازدهار وتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشيط السياحة لازم الواحد يهتم بالسياحة ويهتم بكل حاجة، غير كده ما نعرفش نعيش. يهتم بالجناين وبيهتم بالحدائق وبنهتم بالمظاهر ونهتم بالجناين، وعشان ما يعني الليلة كده مش هنعرف نعيش، لازم نعيش بيئة حلة وبيئة طبيعية إن شاء الله. والله احنا عندنا أماكن في مصر لوحدها كده تجذب السياح، وعلى الحكومة المصرية أنها تظهر الحاجات دي. احنا عندنا أماكن سياحية مش موجودة في العالم، عندنا رمال في الجبل، رمال من اللي هي النادرة، رمال بيضاء ورمال سوداء، وديت بيعرفوا قيمتها الناس بتوع الغرب. ليه مصر ما توضحش الرؤية دي؟ ليه مصر ما تنزلش إرشادات على الأماكن دي؟ ليه مصر ما تطورش الأماكن ديت؟ هتجذب السياحة أكتر، وبالتالي اقتصاد البلد واقتصاد السياحة في مصر هينتعش ويبقى كويس. مشاهدينا الكرام، بنجدد الترحيب بحضراتكم وبنجدد الترحيب بضيوفنا الكرام. زي ما شفنا في التقرير قد كده المواطن العادي يعلم ان الاهتمام بالبيئة وبالحياة البرية ممكن يكون ليه مصدر دخل كبير واقتصادي في مصر، ولا يهتم بان الاهتمام الاول والاخير للحفاظ على الحياة البيئية هو حياته الطبيعية والاهتمام بصحته. لو تحدثنا عن النشطاء البيئيين، بيبقى عندهم روح المغامرة، الاستعداد بالتضحية بوقتهم لمجابهة الظروف المعاندة لتحقيق أهدافهم فيما يختص بالبيئة. لو كلمنا عن هذا النشاط في مصر ومدى المشاركة من النشطاء في هذا المجال. الأول أحب أقول يعني إيه ناشط، علشان احنا بقينا طريقة الناس كلها ان الناشط ده الحد اللي ما عندوش شغلانة وكلام ده كلام مش سليم. الناشط هو اللي بيشوف مية
ملوثة أو في سبب لتلوث في المية أو في بركة أو في بتاع، وبينزل يشيل الوساخة منها. ده يعني نشط، اللي بيشوف الغلط اللي موجود وبيشيل الغلط اللي موجود، يحط عينه على الغلط وبينبه عليك، وكمان بإيده بيشيل. فده يعني نشط. الكارثة اللي موجودة إن أي حد ما بتقول يا عايزين نعمل نشاط أو إيفنت أو احتفالية، مصر مفروض زي ما قلتلك، إحنا أنا شخصيا بأؤمن إحنا عالم واحد مصير واحد، والقوانين بتبنى على الاتفاقيات ومواثيق الدولية، وكلنا بنعيش مع بعض مشكلة بتاعت التغير المناخي وغيرها وغيرها. بالتالي لما بيكون في يوم عالمي لمثلا الاحتفال بالحياة البرية، دعوة بتاعت الأمم المتحدة اللي كانت بقرار 4/2014 السنة دي، إقامة يوم 3 مارس مثلا للحياة، يوم الحياة البرية. طيب حصل إيه؟ العالم كله اهتم، ورؤساء العالم كلهم اهتموا، وبتوع أكبر منظمات في العالم اهتم. بان كي مون الأمم المتحدة لو دخلتوا على النت ادى خطبة ما حصلتش في الموضوع ده، رؤساء دول قد كده في العالم معنية نفس الحكاية. هل علمنا بهذا اليوم إعلاميا؟ لا، الإعلام بقى بتاعنا كده هحكي لك اللي حصل. بس مهم أنا بتعامل مع مين؟ أنا كواحدة أنا مواطنة عادية وأنا معنية بشؤون البيئة، في أعرف كذا حد تاني معني بشؤون البيئة، أعرف أساتذة فضلاء لا يبخلوا بالعلم بتاعهم ولا بالمعرفة أو المساعدة، زي دكتور عمر تمام، أوكي، زي أساتذة فضلاء في ليهم خبرة وباع في البيئة وفي المحميات، وكل ده في مصر، وكلنا على صلة ببعض وكله بيساعد بعض. ولما يكون في دعوة لنشر التوعية وقد كده، الناس الأفاضل دي أنا أحب أقول بيساهموا بيشاركوا بيحضروا الموضوع، مش زي ما ناس تانية بتقول عايزين نعمل احتفالية عايزين تمويل. تمويل ايه وبتاع ايه؟ بلدنا، احنا في بلدنا ادي العلم موجود وادي الافراد موجودة، والمفروض يكون في اعلام يساعدنا. الاعلام ما ساعدناش مش مشكلة، يساعدنا ايه؟ بتوصيل الرسالة. احنا كافرين، لان الحمد لله النهاردة في وسائل التواصل الاجتماعي على فكرة بقت قوية جدا، يعني الاعلام لو تجاهل القنوات الخاصة مثلا، الخاصة او الحكومية او غيرها، خلاص احنا لسنا في حاجة الى ده، يا اما هم اللي هيبقوا في الركب معانا يا اما مش عايزين. مثلا قلنا الاحتفالية سيدتينا، احنا الحقيقة معانا فيلم دلوقتي للحفاظ، يعني كدعوة للحفاظ على الحياة البيئية، وهي صورة من الصور اللي بيستخدمها الاعلام على استحياء. لو تخليها كملك القصة. اتفضل. وزارة الثقافة في قصور ومكاتب دي عاملينها ليه؟ للمواطن المصري، لنشر الثقافة. فاللي حصل بكل بساطة، عايزين مكان نعمل فيه الاحتفالية العالمية، رحنا لوزارة الثقافة، المدير مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك دكتور ياسر عثمان، يا دكتور في احتفالية عالمية كذا العالم كله دعا ليها والأمم المتحدة، واحنا عبارة عن افراد من المجتمع المدني واساتذة وخبراء ونشطاء وفي اجهزة حكومية كمان تبع، قالوا ان هيحضروا الاحتفال ده. الراجل قال تحت امركم. تفتكري سيادتك حضر مين؟ ما شاء الله، الله هو اكبر، جهاز حماية شؤون البيئة حضروا حضور رائع ما حصلش كويس. جامعة الدول العربية لما كلمناهم ده احتفال عالمي، عارفه طبعا جامعه الدول العربيه منوطه كمان بالاتفاقيات الدوليه، قالوا احنا مش سياسه بس، لان احنا بنعني يعنينا الاقتصاد وحمايه البيئه. حضروا فورا هيئه العامه لخدمات البيطريه، وزاره الزراعه، الحياه البريه، بتوع المحميات الطبيعيه، حضور بقى من نشطاء وافراد معنيين غير طبيعيين، دكاتره عظماء بتوع بيئة ومحميات طبيعية جم. قلنا كمان قائمين على محميات، وكمان كان في بروفيسور كوبر ده من الناس العلماء في البيئة وعامل كتب هايلة عن مصر، بالصدفة كان في مصر حضر معنا وإدى افتتاحية.
وكمان في جمعيات في البيئة اشتركت معنا، جمعية الحفاظ على الطبيعة Nature Conservation Egypt، وكمان مجموعة من الشباب هايلة عاملين معرض لتصوير الحياة البرية. الاحتفال كان رائع وجميل، ويكفي ان احنا العالم اشاد باللي احنا عملناه، واحنا مصر جزء من العالم، ومصر فيها ناس من الخبراء والنشطاء وكله اللي يقدروا ايد في ايد مع العالم، عشان هو عالم واحد، مصير واحد. على الناس ان هي تستخدم موارد الدولة اللي عاملها لخدمة الناس. يعني انا مش عارفة ناس ليه بتروح تأجر في فنادق قاعات بألوف في اليوم، لما انتوا عندكم مش عاجباكوا يعني وزارة الثقافة، المركز الاعلى للثقافة في الاوبرا او مكتبات التابعة لوزارة الثقافة، ما تروحوا تعملوا الاحتفالات فيه. ايه لازمة الفلوس اللي قاعدة تدفع واهدار بتاع علشان كده؟ أزيها ببلاش اي مكتبة القاهرة الكبرى، وقبل كده عاملين مليون ندوة واحتفالية في المركز الاعلى للثقافة في الاوبرا. هو ده الكلام، مش محتاجة فلوس عشان تعملي حاجة، انت محتاجة ان انت تكوني مؤمنة بحاجة وحواليكي ناس كويسة وبتؤمن بالموضوع ولا يبخلوا بالعلم بتاعك. جميل أستاذ الدكتور عمر تمام، كلمة أخيرة، مطلب أو رغبة ممكن تيسر الكثير على النشطاء والمتخصصين في هذا المجال. هو الحقيقة هو كان ليا نقطتين عايز أقولهم. تفضل. النقطة الأولانية إن إحنا في مصر إحنا ما عندناش كثافة سكانية. احنا عندنا مشكلة ادارة، مشكلة ادارة بس، لا اكثر، كارثة في الادارة. انا كنت مرة في المانيا وكان في مقاطعة بتحتفل عاملين عيد عندهم، فكنت بسأل العيد ده ليه، قالوا احنا عددنا وصل مليون، يعني عندهم مولود هو ده نمرة مليون، رقم مليون. النقطة التانية لما اتكلمت على التلوث، احنا كان برضو كان في زمان مشكلة سموها المبيدات المسرطنة، كنا برضو مجموعة وروحنا نبحث عن المبيدات المسرطنة في شمال سيناء في زراعات سيناء، ما لقيناهاش، بس لقينا فلاح بيعمل بيرش الطماطم بتاعته فينيك، معروف ان الفينيك ده بيعمل سرطان في الكلى وبيدمر الكلى. فسألناه انت بتعمل كده ليه؟ قال لي هتلاقي الفينيك رخيص وسهل ارشه، فبيلمع القطة وبيمنع عنها الدجاج. فده برضو ثقافة مش موجودة خالص، برضو ده نوع من أنواع انهيار الإدارة، لأن الطماطم المفروض بقى لها اتحاد، كل منطقة لها اتحاد معروفة. ده بس يعني احنا مشكلتنا، المفروض الأطفال من ابتدائي لحد ثانوي ياخدوا كورسات في الإدارة. نشوف. اسمح لي دكتور عمر، ما هو السلوكيات دي توطنت في مصر، احنا بنتكلم عن توطن انفلونزا الخنازير، بنتكلم عن توطن انفلونزا الطيور، السلوكيات السيئه والسلوكيات المدمره للصحه العامه اصبحت متوطنه، وما فيش اي احساس حتى من الفلاح اللي كنا بنقول عليه يعني اكبر قدر من الوعي المفروض يكتسبه، لان هو اللي بياكل مصر كلها، اصبح سلوكياته سوء إدارة للأسف. لأنه الفلاح دلوقتي ما عادش هو اللي بيكسب. نعم. الفلاح حطه في ايه، واحد واثنين وثلاثة واربعة وكمسيونج وجملة وبتاع، فبقى الفلاح الوحيد اللي بيخسر في المنظومة دي، كلنا بنخسر. فدي سوء إدارة يا دكتور. أستاذ الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية ورئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات البيئية جامعة السادات، والأستاذة دينا ذو الفقار النشيطة البيئية ومنسق الاحتفال باليوم العالمي لحماية الحياة البرية. الاحتفال العالمي لقيته الجمارك، منظمة الجمارك المصرية والتعاون الدولي على فكرة هي اللي دعت لإقامة هذه الاحتفالية عشان أبقى بس صادقة. جميل، أشكركم وأتمنى لكم المزيد من الجهود، وإن الحماس ما يقلش بالرغم من كل ما نراه من معوقات، والكلام اللي حضرتك قلته لنا مبشر بالخير، مشاركات من المحبين ومن المختصين كبيرة وفاعلة بمشيئة الله. أشكركم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا من مصر، شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.